سجاد المحمداوي عدى مناشدة يقول إلى سماحة السيد مقتدى الصدر أعزه الله. يقول أنا شاب معاق من عشاق ومحبين بيت الصدر وبخصوص السيد القائد مقتدى أعزه الله. انطوني الفيديو بالله. أي اطلع. أي أتقي أنت واحد مقتدى الصدر تتمعي منو تنتخب السيد سماحة السيد؟ ان شاء الله ان شاء الله. شو هاي امنيتك؟ مو هاي حبيب الابعاد وعيالك ان شاء الله تتحقق امنيتك. سجاد وياني؟ انا وعليك. سجاد شلونك؟ هلا مرحبا بك. انا يا قناه طلعت حجية انتو شباب خابروش معين وانتو دازين لي هاي الرسالة. سجاد شبي؟ اي شبي سجاد؟ سجاد امنيته ايقاظ السيد مقتدى. اي هو يعني امنيته ايقاظ السيد يعني هو وهو ما عنده راتب مال معوقين. اي هذا شتشنا بهايزين هاي امنية سجاد خوش. اي والله هو امنيته من الدنيا ايقاظ السيد مقتدى الصدر. أمنيته من الدنيا إن شاء الله. سيدنا التخوب سمعت أنا أشكرك سيدنا سمعت. ترى هذا ما يمثل يعني هذا وهذا حب الناس هذا أمانة وأمانة ثقيلة. هذا لا يريد لعقد ولا مشيطن ولا عد عمارات ولا قاعة رايحة ولا نائب بالبرلمان ولا بهذا الكتلة ولا بالفائزين ولا بالأغلبية. ذولا أمانة الله. أنا سيدنا راح أبعث لك الفيديو. سيد جواد الشهيلة تسمع والسيد فاضل الشيخ تسمعون. هذه أمانة برقبتكم إلى يوم الدين أن توصلوها للسيد. وأنا أدري السيد مشغول لكن شوفوا هذا الولية خطير.